في عام 2004 كان المحامي براندون مايفيلد جالساً في مكتبه يراجع بعض القضايا، وبدون أي إنذار فوجئ بقوة من الـ FBI تقتحم مكتبه وتعتقله بعنف مفرط، وهم ينعتونه بمختلف الألفاظ بدون ما يعرف ليش هم غاضبين وما هي الجريمة اللي ارتكبها. بعد أن وصل براندون إلى مقر التحقيق اكتشف أن بصمته تم رفعها من على كيس بلاستيكي كانت فيه أدوات استخدمت في تفجيرات مدريد اللي راح فيها 191 شخص، وتم التأكد من تطابق بصمته مع البصمة اللي رفعت من دليل الجريمة بواسطة برنامج كمبيوتر، وتأكد منها اثنان من خبراء البصمات. ولكن بعد أسبوعين ألقت السلطات الإسبانية القبض على شخص آخر تطابقت بصماته مع البصمات اللي كانت موجودة على الكيس، واعترف ذلك الشخص بارتكابه للجريمة وتم إطلاق سراح براندون. السؤال الآن، ما الذي حصل بالضبط؟ أكيد سؤالكم الآن هو، هل ممكن يكون في شخصين عندهم نفس البصمة؟ مش كل واحد في العالم عنده بصمة إصبع مميزة عن الآخرين وخاصة به هو فقط. الحقيقة أن براندون لم يكن الشخص الأول اللي يقع في هذه المشكلة، وربما كان براندون محظوظا بأن السلطات قامت بالقبض على مرتكب الجريمة، لكن غيره الكثير كانوا أقل حظا، مما جعل الأكاديمية الوطنية للعلوم في أمريكا تطالب بأن يعاد النظر في الأسس العلمية اللي يعتمد عليها علم الأدلة الجنائية. البصمات تعتبر من أهم الأدلة الجنائية اللي نستخدمها من عام 1892، يعني من 125 عام. تصوروا، وتطابق البصمات بين شخص وآخر يعتبر مستحيل. تعرفون ليش؟ لأن شكل الخطوط في كل بصمة وعدد الخطوط يعني مستحيل يخلي بصمتين لشخصين مختلفين تكونان متطابقات تماماً. ولكن المشكلة ما تكمن في تطابق البصمات، ولكن في تشابه بعض الخطوط فيها. والبصمات اللي يتم رفعها من مكان الجريمة لا تكون مثالية الشكل، يعني ما تكون بصمة كاملة، قد يكون جانب فقط منها هو الظاهر، وقد تكون الطبع يعني طبعة البصمة مشوهة أصلاً، ولذلك يكون هناك خلط بين البصمات لما ترفع من مسرح الجريمة، لأنها نادراً ما تكون مكتملة، وبالتالي يسجن الأبرياء في أحيان كثيرة. البصمات اللي يأخذونها في أقسام الشرطة وحق الجوازات وحق الفيز كيف تكون؟ تكون بهذه الطريقة، صح ولا لا؟ طيب الآن لما يأتي شخص ويستخدم المسدس، أصابعه ما تكون منطبقة بالكامل على سطح المسدس، ما تكون مستوية، فشو اللي يصير؟ لما يرفعون البصمات هذه تكون مجتزأة البصمة، ولما تقارن بالبصمة الحقيقية أو الأصلية يكون هناك فرق. ولكن هنا يتدخل الخبير ويقول لا، البصمة هي نفسها البصمة الأصلية، ولذلك يقع الخطأ. في شخص اسمه كيرك أودم قضى 22 سنة من عمره في السجن بتهمة اقتحام منزل واغتصاب صاحبته، وبعد ما السيدة وصفته لرسام الشرطة ألقوا القبض عليه، ولما جابوا للسيدة قالت نعم هو اللي هاجمها. وفي المحاكمة شهد أحد خبراء الأدلة الجنائية بأن الشعرة اللي لقوها في منزل السيدة هي شعرة كيرك، فكانت كل الأدلة تؤكد بأنه هو مرتكب تلك الجريمة. وبعد 22 سنة من السجن رفعت إحدى المحاميات طلب لتحليل الDNA الخاص بكيرك ومطابقته بالأدلة، وتبين أن من ارتكب تلك الجريمة هو شخص آخر تماماً. تصوروا بعد 22 سنة، لكن كيف؟ الحقيقة أن الرسام قام برسم الصورة بناء على وصف المجني عليها اللي أصلاً ما شافت كيرك بشكل واضح لما اعتدى عليها، وبالتالي حكمت على الصورة لأنها فقط كانت تشبهه. والخبير اللي قارن بين الشعرات فعل ذلك بحكم تقديري بحت وليس حكم مبني على أساس صحيح. ولكن هل هذا معناه عدم مصداقية كل أدوات التحقيق اللي ذكرناها؟ أظن بعد اللي قلته ما تثقون حتى في شارلوك هولمز، صح ولا لا؟ لكن الصورة ليست قاتمة بهذه الدرجة، فرغم الأخطاء يبقى رأي الخبير عنصر مهم في التأكد من صحة الاتهامات. والآن تقوم الأكاديمية الوطنية للعلوم في أمريكا بمحاولة وضع أسس علمية ونظام أدق لاستنباط الأدلة، خاصة مع وجود برامج كمبيوتر تساعد على التحليل بدقة عالية. والآن صار يطلب من الخبير أن يحدد كم نسبة تطابق الدليل مع هوية المتهم، مش فقط يطلق حكم بالتأكيد أو بالنفي.
وأيضا بدأت المختبرات الجنائية تستخدم الأشعة المقطعية بدل التشريح، وذلك لدقتها وقدرتها على إظهار أشياء لا تظهر في التشريح اليدوي. والآن يقدر الطبيب الشرعي أن يحدد وقت الوفاة بدقة عن طريق تحليل البكتيريا الموجودة في داخل جسم المقتول. في عام 1984 اكتشف أليك جيفريز شيء كان مفاجأة للعالم كله، وهو أن الكود الجيني للبشر مختلف من شخص إلى آخر. وبعد ذلك الاكتشاف بثلاث سنوات فقط برأ الدي ان اي لأول مرة مراهق من اتهامه بقتل فتاتين، بعد ما التحاليل أثبتت اختلاف الكود الجيني الخاص به عن كود القاتل. لكن ما هو الدي ان اي وكيف يمكن للعلماء أن يتعرفوا عليه؟ أي جزء من جسم الإنسان مثل ما تشوفون يحمل بداخله شيء اسمه الكود الجيني، اللي بدوره يحمل الصفات الوراثية للإنسان، يعني كيف ممكن يصير شكله ولون بشرته وشعره وغير ذلك من تفاصيل. لكن شو يعني الكلام هذا؟ ببساطة الكود الجيني هو أشبه برقم متسلسل سيريال نمبر يحمله كل إنسان. هذا الرقم فيه أرقام مسؤولة عن لون بشرتنا وعيوننا وعن أشكال آذاننا وحتى عن استجابتنا للعوامل المختلفة، ولهذه الاختلافات تختلف أشكال وصفات الأشخاص. واليوم يعتبر التحليل أو تحليل الكود الجيني هو آخر ما توصل إليه الخبراء لتحليل مسرح ووقائع الجريمة. في نوفمبر 2009 عثر أحد الدراجين المارين في ولاية لويزيانا الأمريكية على جثة لفتاة تدعى سييرا بوزيغارد، اللي كانت قد اختفت من عدة أيام. وبعد التحقيقات تبين أن آخر من كلمته سييرا من هاتفها كان أحد مكاتب العمالة الخاصة بالمهاجرين المكسيكان. لما تم فحص جثة سييرا وجدوا أجزاء من جلد شخص تحت أظافرها، ففهموا أنها كانت تقاوم هجوم شخص عليها، وكانت تلك الإشارة بارقة أمل للمحققين. فقاموا بأخذ عينات من لعاب كل العمال المكسيكيين اللي كانوا في المكتب اللي كلمته سييرا قبل أن تقتل. ليش؟ لمطابقته بالكود الجيني الخاص بمرتكب الجريمة. لكن للأسف لم تسفر التحليلات عن أي تطابق مع أي عامل، ومع الوقت لم تقود التحريات لأي شخص، حتى كاد المحققون أن يفقدوا الأمل. وبعد ست سنوات لاحت بارقة أمل جديد لما سمعت إحدى خبراء الدي ان اي اللي تشتغل مع المحققين، سمعت عن تقنية جديدة اسمها النمط الظاهري للكود الجيني أو دي ان اي فينوتايبينج. حد بيقول شو يعني الكلام هذا؟ العملية معقدة شوي، بس خلونا نحاول ان احنا نبسطها. هذا هو الدي ان اي. شو اللي يصير؟ يقوم الكمبيوتر بأخذ عينة من الدي ان اي اللي تم العثور عليها في مسرح الجريمة ويحللها، ثم يستخدمها في بناء وجه للشخص بناء على الكود الجيني الخاص به. فهناك مثلا جزء خاص بلون الشعر، وآخر خاص بالعرق، وجزء خاص بحجم الأنف، وآخر بلون البشرة وحتى شكلها. ومع تقدم عملية التحليل وظهور علامات أكثر، شو اللي يصير؟ يبدأ شكل إنسان بالبروز مثل ما تشوفون، وهو شكل الشخص صاحب الدي ان اي اللي قام الكمبيوتر بتحليله. هذه الصورة اللي تشوفونها الآن تم رسمها وتركيبها فقط من دي ان اي شخص، يعني مثلا من عينة من لعابه أو من جزيئات صغيرة من جلده مثل تلك اللي كانت تحت أظافر الضحية. طيب شو اللي صار في قضية سييرا؟ المحققون أرسلوا عينة من جلد المشتبه به إلى مركز يستخدم تقنية الدي ان اي فينوتايبينج. في المركز قاموا بتشكيل وجه للمشتبه، واكتشفوا بأن المشتبه به لم يكن مكسيكيا بل أوروبي الأصل. هنا صار تغير جذري في القضية. ليش؟ لأن الشرطة كانت تبحث في المكان الخاطئ، فقاموا بنشر صورته في الأخبار، وبعد أيام عرفوه الناس وبلغوا عليه وتم القبض عليه، واعترف بأنه هو من ارتكب تلك الجريمة البشعة. يقوم الباحثون في مركز بارابون نانو لاب، وهو معمل أبحاث متخصص بتكنولوجيا الحمض النووي، بجمع بيانات ضخمة بمساعدة عشرات الآلاف من مختلف الأعراق لبناء قاعدة بيانات للأشكال والدي ان اي الخاص بتلك الأعراق البشرية المختلفة. وباستخدام هذه البيانات راح يتمكنون في المستقبل
من تحديد صفات وجوه المشتبه بهم بشكل دقيق جدا باستخدام الدي ان اي ومقارنته بقواعد البيانات الكبيرة الموجودة لديهم. حينها لن تحتاج الأجهزة الأمنية لأكثر من شعيرات صغيرات لرسم وجه المجرم بدقة عالية. مقولة ياما في الحبس مظاليم مقولة صحيحة ومنطقية، وأحيانا يكون الخطأ البشري هو السبب في ظلم الكثير أو حتى في إنهاء حياتهم، لكن التقدم العلمي كفيل بأن يجعلنا نرى الحقيقة ناصعة نقية. في إحدى المرات سأل شارلوك هومز صديقه واتسون، سأل عن شيء فما عرف الجواب، فقال له هومز: مشكلتك يا واتسون أنك تنظر لكنك لا ترى. هي لحظة الكشف البعيد.